لكم، أسعد الله صباحكم ما هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نستكمل برنامج صباحي هذا اليوم بهذه الأشواط المندفعة والمتحركة، شوط آخر يندفع، وأعضاء اللجان الميدانيين والمهتمين بالمتابعة والتنظيم والانطلاق أعلنوا عن دفعة جديدة وشوط آخر يتجدد بين الحين والآخر، حامل في طياته فئة الجعدان المحليات الأصايل. ترحيبنا بهذه الشعارات، ترحيبنا بالمشاهدين، وترحيبنا أيضا بالحضور، وترحيبنا بالمركز الأول الذي ينطلق معلنا الصدارة، والمركز الأول مرموق سلطان بن حميد بن حمد العويسي من يطلق عنان مرموق بالمركز الأول الذي يتابع خطوة بخطوة على المركز الثاني، يحمل معاه أيضا الصيرمي حمد بن سعيد بن مية العفاري، أهل المصانع الجنوبية حاضرين أو أهل الساد حاضرين إلى هذه الانطلاقات والتحديات. نقلة تالية إلى المركز الثالث، وعند المرشح راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي. أما المركز الرابع اللي هو درب سيف بن عوض الرشاش البلوشي، والمركز الخامس وهو بسيط يحمل معاه الناموس، يحمل معاه الأمال، يتقدم الواش سالم بن حمود بن راشد العويسي الذي يأتينا مع المركز الخامس. والمركز السادس نشوف اللي بالمركز السادس، هذا اللي هو قلنا هذا الله اللي بدا ايضا يهجم مبكرا ويحمل نحاب احمد بن مطر الرميثي، قادم ايضا للمتابعه وللتحدي. والمركز اشوف اللي بالمركز الثامن، المركز الثامن فهنا مرشح راشد بن محمد بن راشد بن غدير، او اول المركز هذا اللي هو ضرغام سويلم بن زويد بن رغش الجحافي، والمركز العاشر بن زويد، والمركز العاشر كفو نهيان بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للعشرة المراكز الأولى التي أعلناها على مسامعكم، وما زالت شعارات وأسماء لم تصل إلى عالم الإذاعة، تنتظر الكيلو المتر الأخير، ونحن ننتظر بفارق الصبر ايضا من غير على مقدمه الشوط. الواش غير، الواش اللي غير على المقدمه واستلم زمام الامور وبدا يدير الشوط اداره صحيحه وحكيمه بشعار سالم بن حمود بن راشد العويسي. والمركز الثاني الصيرمي حمد بن سعيد بن مية العفاري الذي ياتينا مع المركز الثاني ويراقب المركز الاول، وراقب ايضا الشعارات القادمة. المركز الثالث القادم مرموق سلطان بن حميد بن حمد العويسي، والمركز الرابع شعار هالمرغم حاضرين ايضا مع بن غدير، ويقدم لنا اللي هو مرشح راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاشتبي. اما المركز الخامس هذا اللي قام ايضا يختل ويتقدم بالمركز الخامس نحاب احمد بن مطر الرميثي، حاضر بالمركز الخامس وعينا على المجموعة الأولى. أما المجموعة المتأخرة نتأخر قليلا يا أبو حياب وناخذ المركز السادس، هذا اللي جاي أيضا يعني مشكل خطورة على المراكز الأولى، هاجم هجمة لا تنصد ولا تنرد، اللي هو كفو نهيان بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري، من يدفع بكفو إلى دائرة المنافسة ودائرة الناموس. والمركز اشوف المركز السابع هذا القادم اللي هو ضرغام سويلم الجحافي، والمركز الثامن المركز الثامن درب سيف بن عوض الرشاش البلوشي، ومن الجانب الاخر ايضا يتقدم في هذه اللحظات الكايد علي بن سالم بن صروخ النعيمي. والمركز العاشر هذا اللي هو محبوب سالم بن علي بن هياي المنصوري. هذه العشره
هذه العشرة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للمراكز الأولى، واللي في المقدمة بدأ يريح راحة المحارب، لأن بدون أي منافس بدون أي يعني تحدي ياخذ زمام الشوط ويتوق يركض شمق ويسير قدام. ما شاء الله مريح راحة تامة، مريح راحة تامة اللي هو الواش السالم بن حمود بن راشد العويسي. أما المركز الثاني اللي بدأ أيضا يسرع ويغير من حسن إلى أحسن في هذا الطريق مرموق سلطان بن حميد بن حمد العويسي، والمركز الثالث أقول الصيرمي حمد بن سعيد بن مية العفاري. أما المركز الرابع راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاشتبي، والمركز الخامس شوف اللي في المركز الخامس هناك محبوب سالم بن علي بن هياي المنصوري. هذه الخمسة المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ولكن الثاني ما هو بسيط مرموق، مرموق ما هو بسيط يا العويسي يا القادم، يعني اطرح البدايل غير في الخطة، لأن بدأ الهجوم من أمام هذه المسافة وبدأ الواش يتحرك، ولكن ينسحب من المركز الأول ويسلم المركز الأول لصديقه القادم اللي رافق أيضا في حلة وترحالة في المواجهة في دائرة الصراع على القمة. هذا هو انتقل الآن سلطان بن حميد بن حمد العويسي، قدم لنا مرموق بالمركز الأول وانفرد انفراد تام مع 600 متر الأخيرة المتبقية. والمركز الثاني اشوفه اللي هو الواسالم بن حمود بن راشد العويسي، والمركز الثالث المركز الثالث بدل الهجوم من كل الشعارات القادمه، ولكن نحن نتقدم مره اخرى، نتقدم مع مرموق اللي بدا يقترب من اجواء المنصه الرئيسيه ومن الحزام الاخضر معلن الناموس والعصا في الابطان. ابدا ما كلمه سلطان بن حميد بن حمد العويسي الذي يقدم مرموق في هذا الشوط، وينتقل مباشرة السلام إلى سلطنة عمان وإلى هذه الدولة أو جعلان أبو حسن. نعم هذا هو الآن مرموق يهدي السلام إلى محبينا أو جماهيره، ويقترب أيضا من المنصة الرئيسية منفردا بالمركز الأول. وسلام نقول سلام يا سلطان يا بن حميد يا بن حمد يا العويسي على فوز مرموق بالمركز الأول، والتهنئة موصولة أيضا لجماهيرك ومحبينك اللي وصل بالمركز الثاني مرشح رائد بن محمد بن غدي. المركز الثالث فهناك الإهاب أحمد بن مطر الرميثي، والمركز الرابع الواسالم بن حمود بن راشد العويسي، والمركز الخامس عندنا كفون هيان بن عبد الله بن سالم الركاض العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للمراكز الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. نعود إلى التوقيت الزمني اللي قطعه مرموق السلطان بن حميد بن حمد العويسي 7:58 وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا أو الناموس اللي وصل بالمركز الثاني. نقول التوقيت الزمني بالتأكيد بيكون 8 دقائق وفوق 8 4 ثواني وست أجزاء من الثانية. تهانينا لراشد بن محمد بن راشد بن غدير واللي وصل بالمركز الثالث نهاب الأحمد بن مطر الرميثي 8:04 وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.